كوميدي؟ مش كوميدي، هو رعب. سر نجاح المسلسل ان هو حقيقي قوي، وقصص اللي فيه حصلت مع ناس بجد، فالناس حاسة ان هو قريب منهم. تاني حاجة ان هو كل سنة الشخصيات بتبقى مختلفة عن السنة اللي قبلها، يعني الورق بصراحة بيبقى مكتوب حلو قوي، بيركزوا في كل شخصية، وبيركزوا ان كل شخصية تبقى لازم تقدم جديد كل سنة. طبعا استاذ احمد سمير فرج هو المايسترو، انا بحبه جدا وهو سبب في نجاح المسلسل. كوميدي؟ مش كوميدي، هو رعب. في حاجات رعب بقى كتير بتحصل يعني. لا انت خايفة ليه؟ ما تخافيش، تعالي ادخلي جوه وانت هتخافي بجد، انت بره وخايفة. لا في حاجات طبعا كتير انت بتبقي خايفة طبعا، ولما بنور المود بتاع التصوير والديكور نفسه وانت بتبقي جوه بتبقي قلقانة. طبعا بقى احنا أسرة مع بعضينا واحنا كلنا مع بعض، فما بنكونش خايفين قوي. هو في الحلقة ال14 وال15 مشهد صعب جدا 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 يعني. بصي، واحنا لسه مش عارفين موضوع الجزء الخامس ده، اتمنى انه يكون في جزء خامس طبعا، بس لسه مش اكيد. على المداح الحمد لله ما جاليش اي انتقادات يعني، الحمد لله. بس انا عموما زمان ما كنتش بحب النقد خالص، بس دلوقتي بقيت تمام، ما عنديش مشكلة خالص، بالعكس بشوف ان هو لو حد، بس المهم يكون بجد حاجة حقيقية. فانتي بتحاولي تشتغلي على نفسك فيها. انه في عفاريت كتير قوي يعني، في اولا استاذ فتحي عبد الوهاب طبعا وجوده مهم جدا السنه دي، ومبسوطين بيه قوي، وهو اداؤه رهيب، اداؤه رهيب يعني. وطبعا وجود عفاريت كتير، ففي قصص كتير. هتابع طبعا الحشاشين، لازم اشوفه كله. اشغال شقه، في كذا حاجه يعني اتفرج عليها.